مساء الخير، انا دكتور محمد شمس، هكون معاكم النهارده. هنتكلم على توبيك مهم جدا، الدنتال فينير. الدنتال فينير توبيك مهم جدا من التوبيك الكوزماتيك دنتري. دنتال فينير هنا هنتكلم عليه النهارده من ديفرنت اسبيكت. دايما كل الناس بتدور في الدنتال فينير على البريباريشن. طيب ممكن تعمل بريباريشن كويس، لكن هل كل كيس ينفع يتعمل لها دنتال فينير؟ هو ده اللي هنبدا نتعلمه مع بعض في الكورس، هاو تو سيلكت الكيس، انيو كيس ينفع يتعمل معاها دنتال فينير وانيو كيس از نوت جود تريتمنت. هنبدا نتكلم. طيب لو انا هعمل دنتال فينير، اتس ايزي تو دو شيد فور دنتال فينير فور فول ارش. طيب اف اي وانا دو وان توث انديفيديوال توث، هاو تو سيلكت الكلر، هاو تو بلند ان دايركت ريستوريشن، ده هتتعلمه معايا في الكورس. طيب اعمل دنتال فينير، البيشنت نيد تو دو بريبلس فينير، واتس ايزي ان انا تو ماركت البريبلس فينير، اعمل مينيمم انفيسيف ولا اعمل بريباريشن ولا اعمل بريبلس فينير؟ هو ده اللي هنتكلم عليه في الكورس. امتى ينفع تستخدم البريبلس فينير، يعني تعمل فينير وداوت بريباريشن، وامتى تستخدم المينيمم انفيسيف بريباريشن؟ ده هنتكلم عليه مع بعض في المديول بتاع الدنتال فينير. طيب هل لو انا هعمل بريبلس فينير، البريبلس فينير ان انا باخد امبريشن سند تو ذا لاب واللاب يديني الفينير وخلاص؟ لا طبعا، البريبلس فينير لي ريجوليشن، لي ستيبس مهمه جدا، لو ما اتعملتش الكيس بتفالير، مش هتبقى صح، هيحصل فيها مشاكل اكتر من البريبيرد فينير او من اي حاجه، لان هنا هيبقى عندك فيوليشن كتير جدا هنتكلم عليه في الكورس. طيب هنتكلم برضو على السلكت بتاع الماتيريال. هو الفينير بيتعمل من بورسلين صح؟ طيب البورسلين ده هيكون اي ماكس، هيكون فيلد سبيسك، هيكون زيركون، هيكون جلاس، انيو بورسلين هحتاجه، انيو نوع من انواع البورسلين، وده هنتكلم عليه في الكورس مع بعض. احنا الكورس هنغطي فيه كل الجوانب للبورسلين فينير، احنا مش هنتكلم على اسبكت واحد، لا احنا هنتكلم على كذا اسبكت. نقطة مهمة جدا الناس كلها بتنساها، وهي السيمنتيشن اوف دنتال فينير، ودي اهم نقطه، لان لو ما عملناش جود سيمنتيشن للدنتال فينير، لان الدنتال فينير بيعتمد مينلي الريتينشن بتاعه على السيمنتيشن، لو ما اتعملهوش سيمنتيشن كويس هيحصل دي بوندنج او هيحصل فول، الفينير هيقع من مكانه، ودي بتبقى فيري باد اكسبيرينس للبيشنت بتاعك، ودي نقطه هنركز عليها في الكورس، مهم جدا. هنتكلم على البروتوكول اوف سيمنتيشن، تقدر تتعلم معايا كل ده ونستفيد وتسمعه مني، هيكون على International Medical Association e-learning platform.